السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدراري ديالنا اللي تديروا للزبون تنقول لكم شكرا بزاف. الدراري ديالنا اللي تعاونونا من القريب ولا من البعيد تنقول لكم تحياتي لكم من القلب للقلب، وشكرا لأي واحد تعاون الدراري ديال محتوى السجون وتساعد الدراري ديال محتوى السجون تائبين في إطار إدماج السجناء من طرف المواطنين ولا من طرف خوتنا المغاربة. اي سجين تائب تندمجوه وما تنسبوش وما تنعيروش، ولا شنا شي واحد زاد القدام السجناء تندفعوه ما ترجعوش. الله سمحوا لي الدراري، انا ضربني البرد ومريض، ولكن اضطريت اليوم ندير هاد القصه هادي. انا ماشي تندير، والله ما نكذب عليكم، الدراري ماشي تندير القصص على حساب لي فيه ولا حساب باش، لا كندير القصص ملي تنتفرج شي قصة قالها شي واحد ماشي هي هاديك، شي قصة قالها على سي تاجين ماشي هي هاديك، شي قصة قالها على سي تاجين وترمي عليه بالسوء وهو ما فيهش داكشي، كون هي قال الصراحة. نعاودو، الناس قالوا لي المشاهدين ديالنا سمحوا لي، قلت لي ما تهضرش عاوتاني على شقيف، ما بغيناش بقا نهضرو عليه، ولكن هاد شقيف عنقنا به. شقيف مالو دابا؟ عنده محتوى ديال بحال ديالنا، محتوى تا هو، هو الاولاني هو كلشي، هو الكبير هو اللي عقلو كبير، فهاد المحتوى تيدير فيه قصص، فتفرجوا في القصة ديال اليوم عاوتاني، تي القصة تيقولها وتيدخل فيها أمين الطبور رحموني، ودخل فيها الرباطيين، ودخل فيها السلاويين، ودخل فيها وباقي عاوتاني تيفرقوا هنايا. اسمع أخويا، تحية الدراري ديال كازا، تحية ديال الدراري ديال البرناصي، تحية ديالكم من القلب. ولا يشرفكم ان شقيف يكون ولد عمتكم، ولا تفتخر به، لان علاش انا نقول لكم علاش اخي كازاوا، فكر معايا بعقلك وبالرجوله. واحد في القصص ديالو تيهضر على الخرفان، واحد في القصص ديالو تيقول لك السؤال شنو هو، تيقول لك علاش امين طنبور رحموني مجامعين، اش بينو بين امين طنبور رحموني، رحموني اش بينو بين امين، وامين اش بينو بين الرحموني. واش هذا سؤال اخي شقيف؟ واش بينك وبين التطواني؟ واش بينك وبين الصبليوني؟ واش بينك وبين 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 تبقاش نهضروا في هاد الشيء؟ حنا ماشي ما نوصلوش لهاد المهزله هادي ديال نهضروا هضره قبيحه. فاللي شكون تيقول الخرفان اخي شقيف؟ واللي دايز في الخرفان راه هو اللي تيهضر بالهضره ديال الخرفان، ولا تيهضر بالهضره ديال ديك الهضره ديال الموسخه ديال ما نعرفش شنو نقول لك شاطيف. فانت ما بغيتيش تحشم، انا وعدت راسي من اليوم افين ما تهضر غنجاوبك، فين ما تهضر غنجاوبك. حنا هضرنا معاك وصيفطنا لك وقلنا لك خونا انت، دير المحتوى ديالك، دير القصه ديالك. دابا المشكل ديالك عقلنا بك، شنو المشكل ديال شاطيف؟ المشكل ديال شاطيف تيبغي يدير قصة وتيخاف على ما طلعش ليه في ليفي، تيقول أنا ندخل فيها أمين طومبو اللي طالعين عندو ليفي، وندخل فيها الرحموني، وندخل فيها كدا باش القصة تولي عندي فيها المشاهدة بزايد. وانت ما عارفش راسك بأن ردة تسب الناس، جبد أمين طومبو، جبد الرحموني، وجبد كلشي ودرت صورتهم، ولكن حاول تهضر بتي، إلا بغيتي تسب سب بطريقة دبلوماسية. شقيف تعديتي الحدود، شقيف هضر على راسك، هضر على راسك شقيف، دير بحال الرجال وقول لنا القصص ديالك. وانت غادي تدور في البرنوسي وتقول لنا فهاد البلاصه كنت عنصر، فهاد البلاصه كنت كدا، فهاد ودينا حدا الجامع شحال من روضه ولا شحال من زباله ولا الجامع ولا هاد الكلمات الكلمات المنحطه اللي باقي انت تهضر بها. وهاديك الروضه اللي مشيتي لها سير دفن فيها راسك، وهداك اللي قلتي عليه تيمشى للصيدلية ياخد الدواء لي على امين. انا نقولك واحد القضية، وانت راه تصاحبي ديما واكل الدواء، وحيد هادوك المدهضر، وهضر معانا بعينيك اصاحبي، هضر معانا بعينيك بفمك وبعينيك، ماشي تبقى تستهزا، بغينا نشوفو الاستهزاء في عينيك تا هو اللي تستهزا بينا. فاش انت شنو دوزتي اصاحبي اشاقيب اصاحبي؟ اشنو دوزتي داخل السجون؟ اشنو دوزتي؟ على برا كنتي عكار، وشنو دخلتي داخل السجون؟ كنتو كانوا دايرينك في العزلة،
راه انت قلتيها، راه انت فمك قلتيها تديريني مع الكوار، وشكون اللي تيديرو مع الكوار؟ ونبقاو نهضرو معاك هاد الهضرة صاحبي، خرفان ما خرفان، راه ما كانش يخرف قدك، مهما انت تقول الخرفان ما كانش يخرف قدك. وسمعوا لي المشاهدين على هاد الكلام، سمعوا لي بزاف حلو تعدى الحدود، وانا ماكنتش ناوي ندير كاع حلقة شي قصة اليوم مريض. والسيد مسكين بارك عليه امو امين طومبو، بارك عليها في المشاكل اللي فيها دابا دابا حاليا، ما حيلتو المو، ما حيلتو الخوتو، ما حيلتو فيني فيني يولي نعاس، ما حيلتو فيني فيني يدير يدير المقر ديالو، فيني فيني ياكل ويشرب وينعاس. وانت يا جالس صاحبي مالك صاحبي، ونقول لك واحد الحاجه، وانت غتبقى تهضروا امين طومبو غيعطيه الله، الله غيجيب ليه ولاد الناس اللي غيتهلاو في امين طومبو. وانت يا غتبقى هكاك حدك ثلاثه هكا، فهمتيني عندك ثلاثة هكا، حيت تنقلب على ليفي والمشاهدة، حنا تنقلبو على المشاهدة لليفي، حنا تنقلبو على قصص للعبرة، ولا قصص اللي نقولوها للمشاهدين باش إلا شافونا يشوفو السجن بصورة أخرى. ماشي أصاحبي أنت جالسة جالسة غادي هاد البلاصة هي بلاصة، هاد البلاصة كتقبط فيها، هاد البلاصة جولية، هاد البلاصة بعد السراول الفاني تجي هضرة عندك أصاحبي. واه وداكشي اللي بعناه حنا وشريناه حنا غي عمرك انت كبر مني، وعمرك ما بعتيه، عمرك ما شريتي انت، كون بعتيه وشريتي كما تهضر على داكشي، وليتي تبيع وتشري ولد داكشي، ولد البيع والشراء في داكشي اللي ما هاتو ما نقول سميتو، قام تهضر على داكشي، تيحاول يحشم إلا كانوا عنده وليدات، ولا صافي، لي في صافي هذاك ديك 16000 ريال ولا 1000 ريال اللي ولا ما عندك 1000 درهم اللي تتقبط، ولا ما عندك 1500 درهم صافي، تخليك تخليك اصاحبي تضيع الدين ديالك وتضيع ولادك، ويجي واحد النهار ولادك يبقى يشوفوا فيك ويستهزئوا منك. وانا عارف بغيت تحيد دوك الفيديوهات، راه ما تحيدوش لانك بعتيهم اليوتيوب. مالك اصاحبي ولد ملكة، ولد ملكة خونا اصاحبي عشيرنا، ود ملكة ما كانش معنا في البيبي، وكذاب انت اصاحبي، تتقول بان ود ملكة كان معاه الرحموني في الشومبري هو وخوه وكذا، وهادشي قلناش قلناه في القصص كاملة، وتتعاود تقولها في القصص، اما كانش معنا ود ملكة، ورحموني ما عمره ما دوز مع ود ملكة، باش نكون في العلم ديالك، ويكون في العلم ديال المشاهدين، ويكون في العلم ديال المشاهدين ديالك بانك كذاب. وصاحبي ملقيتي ما ملقيتي ما دير انت، ملقيتي ما عاود على شي قصة ولا شي حاجة ديالك، بعد منا حنا صاحبي، بعد من الدراري، وانا راه مصيبك حلال وحق الله معاك شاقف هذا مكلخ مع راسك انت، ولا مريض ولا مدوبها ولا صاحبي تاكل داك الدواء ديالك تأثر عليك وتطلع تبقى خارج تبقى تطلعو علينا حنايا صاحبي. وسير نقولك واحد الحاجة، ومن دابا انا دايرك محتوى، انت هو المحتوى ديالي شقيق، وانا داكشي اللي كتبت اللي قلت لك عليه ديال ما بغيناش نقولو عليك، وما بغيناش نبقاو نجبدو الاسرار ديال عباد الله، فمن اليوم فصاعدا جبت شي واحد تبقى تجبدو بالكلام النبي، وكلام خايب، وكلام ما فيش، ولا كلام انجبدوك حتى حنا بكلام نفس الكلام، ولكن حنا نقولو لك الواقع، حنا نقولو لك شي حاجه كاينه، وما نقيسو لك لا عائله لا والو لا والو، عائلتك فوق راسنا. اما بالنسبه لامين طومبو، امين طومبو اللي باغي تهضر عليه ولا تبقى تقول الخرفان وكذا، امين طومبو دخل عليا بوجادي، ادخل عليا صاحبي، وفهم فهم دخل عليا بوجادي باقي صغير، ودوز معايا حبسو، وهاد القصة هو راه عاودها بفمو وسمعها من عنده، ومني دخل عليا صغير كذلك دوز معايا حبسو كامل، مشينا لوطيطا مشينا لحبسة المغرب كاملة، وكان معايا فيهم تنعرفو امين طومبو، راه امين طومبو معروف، وتجي نتايا تبقى تهضر بهضرة ديال الصلاقط يوجع النحس، ما بغيتيش تحشم، عط الله يوعى عليك، واش هي دابا هادي واش هداك وجهك ولا كفاك اخي شاقي. وهادي هي القصة الحقيقية ديالنا اخويا ديال اليوم،
بأنك ساقف إلا بغيتي تسمع وتحشم على أعراضك حشم، ما بغيتيش تحشم راه غنقص فوك، وغنقص فوك بكلام ديال الرجال. والله ما نزيد عليك شي كلمة بالله، حيت أنا تنخاف الله وتنخاف هادشي يبقى لولادي ولا يبقى لخوتي ولا بنات خوتي، يبقى ليهم هادشي. فديما تنوجهو تحياتنا لأعزائنا الكرام، وتنوجهو لخوتنا الحباب والصحاب، وديما مع المشى ديالنا. المشى ديالي راه ولدات، ها هي ولدات لي هادي في تحياتكم. شاقيف دير عقلك أصاحبي، راه الحيوانات أوفياء، وانتي ما بغيتيش تكون وافي، وافي للمحتوى ديالك، وافي لشي حاجة ديالك، عاود قصة على راسك، وما تسبش عباد الله ودخل فوق راسك. فمن هاد المنبر هذا خويا الطمبو امين، كمل والله اللي ترزق. وهنايا دوزنا العادب ودوزنا اوقات صعبه في حياتنا، والحمد لله والشكر لله، خير الخطائين التوابون. وتحيه لخويا الرحموني، تحيه للدراري ديال كازا، تحياتي البيضاوه، تحياتي للدراري اللي تبغيونا من القلب للقلب. فديما تنقولوا لكم تنحبوكم وتنحماقوا عليكم، دير ابوني وفعل الجرس ودير واحد الكومونتير. الدراري الله يرحم الوالدين، اللي دار كومونتير يدير جيم، اللي تفرج يدير جيم، وخليو الإشارة يدوز. وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.